الآن الأخبار الليلة من الحدث. طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة، نبدأها بأهم الملفات. مستجدات الحرب في غزة ولبنان، تحذيرات من مربعات أمنية جديدة في مناطق لبنانية، إيران تضع الضربة الإسرائيلية على طاولة مجلس الأمن، وزخم دولي لتنفيذ حل الدولتين، وغيرها من المواضيع والملفات، ولكن نبدأ بالعناوين. غارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، وحزب القوات يحذر من مربعات أمنية لحزب الله في مناطق غير محسوبة عليه. إيران تضع الضربة الإسرائيلية على طاولة مجلس الأمن، والعراق يشكو انتهاك أجوائه ويصفها بالانتهاك الصارخ. أوروبا تكشف عن تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين، وسفيرها لدى السعودية يؤكد للحدث أن دول الاتحاد من الأكثر دعماً لغزة ولبنان إنسانياً. بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له، مستشفى كمال عدوان يعمل بطبيب واحد ويطلق نداء استغاثة. تتواصل الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من لبنان، كان أبرزها اليوم مدينة صور. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان المباني الواقعة في شوارع علي الخليل وحرام ومحمد زيات ونبيه بري بمدينة صور بضرورة إخلائها بشكل عاجل. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس خارطة بتلك الشوارع، مؤكدا وجوب الابتعاد فورا إلى خارج المنطقة المحددة باللون الأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي. بعدها بنحو ساعتين بدأ الجيش الإسرائيلي بشن الغارات، فقتل 6 أشخاص وأصيب آخرون، فيما تسببت الغارة بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق المجاورة للضربات. ضرب من حد الجوال هذا ضرب من حد الجوال هذا ضرب من حد الجوال. بالموازاة أفاد مراسل الحدث بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شمستار غرب بعلبك شرق لبنان، فيما سقط قاتلان في غارة إسرائيلية على بلدة طرية أيضا في البقاع الشمالي، كما استهدفت غارة أخرى في بلدة استهدفت سيارة بغارة أخرى في بلدة عارية بجبل لبنان.
أنا هيفش في الجهة المقابلة رصدت كاميرا الحدث اعتراض صواريخ فوق سماء حيفا أطلقت من لبنان، كما رصدت سقوط عدد آخر من الصواريخ في خليج حيفا. محافظة شمال قطاع غزة بالكامل الآن لا يوجد لا طواقم دفاع مدني ولا طواقم طبية ولا حتى مستشفيات، كل المستشفيات هناك خرجت عن الخدمة. كان آخرها مستشفى كمال عدوان بعد تدمير أجزاء منه وحرق أجزاء أيضا من المستشفى وحصار المستشفى واختطاف أعداد كبيرة من المستشفى، وبالتالي الآن المنظومة بشكل كامل خرجت عن الخدمة. نحن على استعداد كامل أن نقوم بمهامنا الإنسانية هناك إن سمح لنا الجيش الإسرائيلي. وفي مستجدات المفاوضات، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الموساد عاد من الدوحة بعد مناقشة أجراها مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ورئيس وزراء قطر، ركزت على مقترح جديد بشأن صفقة غزة. مكتب نتنياهو أوضح أن الوسطاء سيتواصلون مع حماس لبحث إمكانية تطبيق المقترح الجديد. يتضمن المقترح الجديد وفق الإعلان الإسرائيلي القضايا الرئيسية والتطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكدا استمرار المناقشات بين الوسطاء ومع حركة حماس لبحث جدول المحادثات والمحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق. من جانبها كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن عدة متغيرات تجعل الاتفاق ممكنا في حال موافقة حكومة نتنياهو، وأشارت القناة إلى رغبة أمريكية قوية في التوصل إلى آفاق حول غزة قبل الانتخابات. ونذهب الآن إلى زملائنا الذين ينضمون إلينا من مشارف الضاحية الجنوبية في بيروت، مراسلة الحدث رينا دويهي من داخل مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مراسل الحدث خضر الزعنون، معنا كذلك من رميش في جنوب لبنان مراسلة الحدث ناهد يوسف، وكذلك من القدس الصحفية هبة مصالحة. مساء الخير لكم جميعا، أهلا بكم في الأخبار الليلة. أبدأ من المستجدات الميدانية، ناهد معك أبدأ من تطورات الجنوب في لبنان. لارا، مستمرة المواجهات في جنوب لبنان في بلدة الحدودية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، كل يوم تختلف النقاط أو المناطق ولكنها متواصلة. اليوم المشهد في بلدة كفركلة، هذه البلدة التي منذ اليوم الأول كانت شهدت مواجهات بين الطرفين ودخول القوات الإسرائيلية إلى أطراف تلك البلدة، اليوم أيضا كان هناك سلسلة محاولات للتقدم. كانت هناك محاولة للانتقال من منطقة كفركلة إلى تل نحاس المحاذية تماما لها، ولكنها هذه القوى الإسرائيلية بحسب ما جاء في بيان حزب الله أنه كان هناك كمين لهذه القوة وتم الاشتباك بالأسلحة الرشاشة والصاروخية بين الطرفين، ما أدى إلى تدمير آليتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوى الإسرائيلية بحسب ما جاء في بيان حزب الله خلال هذه المحاولة التنقل من منطقة إلى أخرى. أيضا كان سبق ذلك استهدافات لأربعة مرات لجنود
الإسرائيليين أيضا عند بوابة فاطمة، هذه البوابة المحاذية تماما لبلدة كفر كلا على الجدار الفاصل، لذلك المواجهات في تلك النقطة مستمرة، بالإضافة إلى مواجهات لا تزال في المناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. نتحدث عن كفر شوبة والمناطق المحيطة بها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على تلك المناطق، بالإضافة إلى قصف مدفعي أيضا مكثف ومستمر، وذلك طبعا لتشكيل غطاء ناري كما بات معتادا مع كل محاولة دخول إسرائيلية إلى هذه البلدات. لذلك لا تزال المواجهات بالفعل في تلك المناطق مستمرة. عيترون التي كانت يوم أمس تشهد، أو خلال الأيام السابقة كانت تشهد سلسلة مواجهات بين الطرفين، وكانت أبرزها يوم أمس. اليوم كان الجيش الإسرائيلي نشر صورا لأحد أحيائها الذي يقوم بتفجيره. هذا الحي الذي نشرت صوره هو قريب جدا من الحدود، هو أقرب حي سكني تمكنت القوات الإسرائيلية من الوصول إليه، وبالتالي قامت بتفخيخه وتفجيره كما الحال في كل البلدات التي كانت دخلتها. منذ بعض الوقت كان هناك أيضا قصف مدفعي على عدد من البلدات في القطاعين الأوسط والغربي، وبالمقابل لا تزال الرشقات الصاروخية مستمرة من قبل حزب الله إلى الداخل الإسرائيلي، آخرها استهداف 3 مستعمرات كانت وردت في الإخلاءات التي كان حزب الله أيضا نشرها قبل يومين للمطالبة بإخلاء تلك المواقع من المستوطنين، وذلك لأنها أصبحت أهدافا لحزب الله. لمعرفة الوضع الميداني كذلك في بيروت نذهب إلى رينا. رينا معك نتابع، يعني إذا ما كنا ما زلنا نتحدث عن هدوء نسبي ببيروت، وكذلك أيضا ما الذي يجري على صعيد النازحين؟ نعم لارا، يعني يستمر الهدوء الحذر على ضاحية بيروت الجنوبية بعد أن غابت الاستهدافات والغارات الإسرائيلية أمس، وغابت معها أيضا التحذيرات العسكرية، على خلاف الأيام الماضية التي كانت تنهال فيها الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية ليلا. يعني وحده مبنى واحد انهار في هذا النهار في برج البراجنة من مخلفات هذه الغارات. بطبيعة الحال يعني نحن لا يمكننا أن نؤكد أن هذا الهدوء قد يستمر مع ساعات الليل، خاصة أن التحذيرات الإسرائيلية غالبا ما يعني تتركز في ساعات 9 من التوقيت المحلي حتى منتصف الليل، أي قرابة 2 من الآن. إلا أن هذا الهدوء الذي تشهده الآن ضاحية بيروت الجنوبية قابله في النطاق الآخر يعني حراك رسمي في لبنان فيما يخص موضوع النازحين. يعني بدأ بسلسلة اتصالات أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري للاطلاع على أوضاعهم ولضرورة يعني مدهم بالمستلزمات الضرورية. أيضا كان هناك اجتماع اليوم في المكتبة العامة لمجلس النواب، تدعى إليه عدد من النواب وعدد من الكتل النيابية، وكان فيه اتفاق على أن مسألة النزوح هي مسألة وطنية جامعة. كذلك كانت إشارة في هذا الاجتماع إلى ضرورة تحييد مراكز النزوح، ويعني ضرورة تحييدها وضرورة منع تسلل السلاح إليها، وخاصة أن بعض المعلومات تداولت عن وجود بعض الأسلحة أو يعني أنواع من السلاح بين النازحين في مراكز الإيواء، وهذا ما يثير قلق البلدات المضيفة بطبيعة الحال. هذا ويستمر أيضا على صعيد النزوح الكثير من المساعدات التي تأتي إلى لبنان من مختلف البلدان، وعلى رأسها الجسر الجوي الذي يستمر، الجسر الجوي السعودي، وقد وصلت اليوم الطائرة رقم 15 والتي تحمل المساعدات الإغاثية والإيوائية والطبية أيضا. ولكن كان لافتا اليوم على صعيد المساعدات وصول مساعدات خصت فيهم الشيخة فاطمة من الإمارات، النازحات في مراكز الإيواء اللواتي يعانين كثيرا في ظل عدم توفر أبسط مقومات النظافة الشخصية إذا أمكن القول، يعني وخاصة وأن على النساء في المراكز أعباء إضافية تتعلق بعدم توفر يعني التسهيلات من الغسالات لغسل الثياب وحتى من المياه للاستخدام. وأيضا يضاف إلى النساء يعني دور في تضميد جراح أولادهم في طبيعة الحال والصدمات النفسية التي كانوا قد عانوها في يعني في النزوح وغيره. يعني مراكز الإيواء بطبيعة الحال أصبحت شبه مكتظة في مختلف المناطق اللبنانية، وتعاني من افتقار شديد بأبرز مقومات العيش، وعلى رأسها مياه الاستخدام، وخاصة يعني للاستحمام وغيرها، ما أدى إلى انتشار عدد من الأمراض في المراكز. نحن أعتقد فقدنا الاتصال بخضر، سنعود إليه مع تمكننا من التواصل معه، ولكن أيضا بإطار التطورات الميدانية هناك تطورات أتية من البقاع في ظل أيضا غارات متواصلة هناك، على ما يبدو بحسب مراسل الحدث قتلان و13 جريحا جراء غارة على منطقة بريتال بقضاء بعلبك شرق لبنان. هبة معك أذهب إلى التطورات السياسية، يعني قبل قليل مكتب نتنياهو كان له تصريحات حول مفاوضات الدوحة، ما هو الجديد حولها؟
نعم، الجديد هو أيضا زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى الشرق الأوسط يوم غد، وسيبدأها من إسرائيل بحسب القناة 12 الإسرائيلية. وبما يخص أيضا مسألة جنوب لبنان والتوصل إلى صفقة، أيضا كذلك تحدثت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تسعى إلى صفقة شاملة مع جنوب لبنان، يعني تتخللها بالمقابل عدم التوسيع العمليات البرية. وهذا أريد أن أركز بأن هذا تسريب من مسؤول سياسي. نتحدث أيضا عن تسريبات من مسؤولين أمنيين، وهنا يشار إلى خلافات ربما بين المستويين بهذه المسألة. القناة 12 الإسرائيلية نقلت بأن إسرائيل تسعى للتوصل إلى صفقة شاملة في جنوب لبنان بالمقابل عدم توسيع العملية البرية، بالمقابل ستقوم الولايات المتحدة بالمشارفة على حظر جوي وبحري وأيضا بري، بالمقابل أيضا عدم تسليح حزب الله وعدم إعادة تمركزه وتسليحه بالمقابل. ولكن كذلك القناة 12 الإسرائيلية سارعت بالنقل عن مصدر أيضا أمني قوله بأن العمليات البرية في جنوب لبنان باتت وباشر ومن الممكن أن تنتهي بالوقت القريب، وستنتهي بهدفها الأساس وهو وقف عمليات إطلاق النار والقوة النارية خاصة للصواريخ المضادة للدروع. وهذا يفهم بإسرائيل بأن المستوى السياسي يحاول أن يفاوض تحت النار، وأن الهدف الأساسي بحسب المؤسسة الأمنية هو منع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع على المستوطنات الشمال وبالتالي عودة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية. هناك خلاف واضح بين المستويين بهذا الخصوص. وبما يخص أيضا وصول رئيس الموساد دادي برنيع إلى إسرائيل قادم من الدوحة، أكد مكتب رئيس الوزراء بأن النقاشات كانت حول إنشاء مخطط جديد يشمل جميع المقترحات السابقة، ليكون أيضا ويأخذ بعين الاعتبارات جميع القضايا الأمنية الجديدة بالمنطقة كما جاء بالإعلان. وأيضا القناة 12 الإسرائيلية تحدثت بهذا الخصوص بأن الاجتماعات تتخللتها أيضا مناقشات ووضع ركيزة أساسية لقمة أكبر تشمل صفقة شاملة تضم قطاع غزة وكذلك لبنان. يعني بانتظار أن يعود الاتصال مع زميلنا خضر، أنا أشكركن زميلاتي من القدس الصحفية هبة مصالحة، أشكر كذلك زميلتنا رينا دويهي مراسلة الحدث من مشارف الضاحية الجنوبية في بيروت، وشكرا لناهد يوسف مراسلة الحدث من رميش في جنوب لبنان. هذا وكان النائب في البرلمان اللبناني رازي الحاج قد حذر من خطورة الأوضاع الأمنية والإنسانية المتفاقمة بمركز إيواء النازحين في منطقة الدكوانة. الحاج أكد أن أمن الدكوانة خط أحمر، مشددا على عدم السماح بإنشاء مربعات أمنية جديدة تحت أي مسمى. البرلماني اللبناني أوضح أن إدخال مواد بناء كأكياس التراب لمركز الإيواء يشير إلى تطورات غير مطمئنة، وأن الحديث عن أنها لرفع خزانات مياه عن الأرض هي حجج واهية وفق تعابيره. وأضاف الحاج أن ما وصفها بالحجج الواهية لإدخال مواد البناء لمركز الدكوانة تثير التساؤلات حول تحويل المركز إلى تحصينات. هذا ودعا النائب اللبناني رازي الحاج الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني للتدخل لوضع حد للتجاوزات في منطقة الدكوانة التي شهدت توترات أمنية متزايدة وصلت لإطلاق النار بثانوية المنطقة. كما طالب النائب الحاج باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أمن الدكوانة والنازحين إليها، أبرزها عدم السماح بدخول أي جمعية لمركز الإيواء أو إدخال أي مواد بناء دون إذن مسبق. بالموازاة، عبر نازحون من عدة مناطق بجنوب لبنان عن معاناتهم لكاميرا الحدث، ورووا كيف تهجروا من منطقة لأخرى واستقروا في عدة مدارس حكومية بين مدينتي صيدا وصور، وأملوا بالعودة قريبا إلى منازلهم بعد أن تنتهي الحرب والغارات الإسرائيلية. وبدنا نرجع على جنوب، وهون نحن كمان كله لبنان، يعني نحن اهل بالنهايه، عرفتوا كيف؟ يعني وما رحنا نحن لبرات مطرحه، بعدنا هون بلبنان. نحن نزحنا من منطقه الجنوب ومعنا طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه متمرينه،
فلقينا صعوبة كتير كرمال حتى وصلنا لهون. هيدا الطفل بيخاف من صوت الضرب، فلهيك احنا طلعنا. احنا كبار رغم نسمع الاصوات عادي، متأقلمنا بالجو، بس كرمال الصبي اللي عنا معه كهرباء وعصاب ياخد ادوية، فصرنا نعطيه صبح ومساء، فهيدا الشيء اثر على صحته. نحن من بلدة عيطرون الحدودية، اضطرينا نترك بلادنا ب 8 اكتوبر، نزحنا على منطقة اسمها الدوار، وب 23 الشهر كمان اضطرينا انه نرجع ننتقل ننزح من بلدة الدوار على المدرسة الكويتية. نحن 15 شخص قاعدين بغرفة بمدرسة الكويتية. هلا نحن بس نظهرنا من الجنوب، يعني كثير شرشحنا، كثير يعني لكنا على الطرقان من بيروت على صيدا على صور، رجعنا جينا على صيدا، يعني كثير نزلنا على الطرقان. معنا من بيروت لمناقشة هذا الموضوع، موضوع النازحين، وكذلك أيضا البيان النائب عن حزب القوات اللبنانية راضي الحاج، صاحب البيان الذي تابعناه قبل قليل. سعادة النائب مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. أهلا وسهلا. بس أنا أحاول أن أتأكد من أنه الصوت واضح، أعتقد صوت تسمع واضح. إيه نعم نعم، أهلا وسهلا بك معنا. أريد أن أبدأ من كلام حضرتك. نحن نتحدث عن أكياس رمل تم نقلها إلى إحدى المراكز الإيوائية الآن، يعني هي مهنية ولكن تؤوي نازحين. فعليا لماذا هذا الأمر استفزكم ولماذا نشرتم هذا البيان؟ يعني بداية خلينا نقول أنه نحن تعاطينا كمجتمعات مضيفة مع النازحين كأخوة لنا، وحاولنا بأقصى جهدنا أن نكون على المستوى الإنساني والاجتماعي، نؤمن كل المتطلبات للحفاظ على كرامة هؤلاء النازحين اللي تعرضوا مثلنا إلى يعني خطف قرار السلم والحرب، وإلى تهجير من بعد ما كانوا عم يوعدون بحمايتهم، وأن السلاح يلي هو سلاح المقاومة لحمايتهم يلي تبين أنه سبب بتهجيرهم. وبالتالي لا نريد أن نخلط الأمور بين الشق الإنساني والاجتماعي اللي نحن حريصين عليه، حريصين على سلامة وأمن وكرامة النازحين من ميل، وبين الواقع الميداني يلي ببعض المحلات عم بيكون فيه هناك طريقة تعاطي مع المسؤولين عن مراكز إيواء. وأنا بقدر أكد لك أنه هناك مسؤولين حسبيين بكل مركز إيواء ينتمون إلى يعني الثنائي، كان حركة أمل أو حزب الله. وهذا التعاطي عم نقوله من الأول يجب أن يكون تحت سقف القانون. نحن كل شيء عم نطلبه تطبيق القانون، لأنه طيب بس سعادة النائب أنا بس يعني أريد أن أفهم ما الذي استفزكم بموضوع أكياس الرمل؟ يعني حضرتك عم تحكي عن مسؤولين حزبيين، تتحدث عن مسلحين، بس أكياس الرمل ما علاقتها بالموضوع؟ أولاً هودي مدارس هن مراكز إيواء مؤقتة وليست مراكز إيواء دائمة، وبالتالي إدخال المساعدات الغذائية أو الفرشات أو المخدات هذا مفهومي، بس أنه نفوت حوالي 100 طن من الأكياس اللي هي فيها مش رمل، فيها نوع من خليط ترابي، يعني إذا إجى عليها ماي بتصير جامدة. وبالتالي هناك يعني كان في تبرير أنه هؤلاء الأكياس عم يعملوا فيهم خزانات ماء. نعم من مرتفع يحطوا عليه خزان ماء. نعم. هذا الأمر نحن يعني بالبداية ما أنعنا فعليا. وهذا الأمر عم بيخالف أبسط قوانين، لأنه ما ممكن بقلب مدرسة ومهنية رسمية تعمل إنشاءات ثابتة، وهذه الإنشاءات الثابتة ما بنعرف نحن اليوم إذا حقيقة استخدامها هو فقط لما لديها استعملت. ما الذي قد يكون سعادة النائب، ما هو الاستخدام الآخر الذي يمكن أن يعني أنا ما بدي أروح بنظرية المؤامرة سيدتي، إنما نحن اللي عم نقوله ممنوع كل واحد يفتح على حسابه بمركز الإيواء.
هناك دولة لبنانية عاملة لجنة طوارئ، ولجنة الطوارئ طيب في تمام. كل المحافظات لجنة الطوارئ والدولة اللبنانية حضرتك عم تحكي عنهم، مع هذا الأمر بشكل نعم. حضرتك عم تحكي عنهم، بلدية الدكوانة أصدرت نعم. بيان قالت فيه أنه هذه الأكياس تابعة لإحدى المنظمات الإنسانية التي تعمل بعقود أو مناقصة رابحة من لجنة الطوارئ وبالتنسيق مع مجلس الوزراء بطبيعة الحال، وهي أكياس كما قلت حضرتك كان يفترض أن تشكل قاعدة لوضع عليها خزانات المياه. ما الإشكال هنا؟ يعني إذا بلدية الدكوانة حتى لا يجب أن يكون هناك أي بنى صلبة وتغيير في الإنشاءات. يعني بدهم يعملوا شيء مرتفع بيروحوا بيعملوا شيء حديد بينفك. يعني نحن عم نقول أي نعم. أمر بده ينعمل بده يكون مؤقت، له صفة المؤقت وليس له صفة الدائم. نعم. بالتالي لازم الانتباه على هذه الأمور. قد يعني تكون الجمعية ما انتبهت على هذا الأمر، ممكن يكون في حدا إلا الجمعية أنه هيك أفضل، وبالتالي لازم دايما ننتبه على هذه القصة. هناك حساسية للرأي العام، هناك خوف من الرأي العام، خاصة مع الكلام الكثير حول أنه هناك سلاح داخل بعض المراكز. طيب. واليوم نحن بدي شدد أنه في بيان صدر عن كل الكتل النيابية بمجلس النواب حط 6 نقاط أبرزها التأكد من عدم وجود سلاح لا بالمناطق المضيفة ولا عند النازحين، عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة، احترام القانون في جميع المناطق. طيب كانت لجنة الطوارئ سعادة النائب إذا سمحت لي كانت قد تحدثت عن أنه هناك انتشار للجيش، وقد أكدت أنه ليس هناك أي سلاح بمراكز الإيواء، وأنه أصلا سينتشر الجيش أمام كل مركز حتى يعني يتم التأكد من هذا الموضوع. هذا لم يحصل؟ هذا الكلام لنا راح على أرض الواقع. نحن على أرض الواقع، وأنا بصفتي نائب عن قضاء المتن من مسؤوليتي أني حذر. أنا ما عم بتهم، أنا عم حذر، أنا عم أقول يجب أن يكون هناك انضباط وانتظام عام والحفاظ على الانتظام العام، لأنه أي أمر يخرج عن الانتظام العام بيخدنا على مشكل أكبر، ونحن ما بدنا مشكل أكبر. بالتالي اليوم في ناس خيفانين في لبنان، هن فتحوا مناطقهم لاستضافة إخوة لألهم اللبنانيين، عم بيشوفوا مظاهر غريبة من سيارات داكنة الزجاج، سيارات بدون يعني نمر للسيارات، بدون لوحات للسيارات، في مظاهر غريبة بهذا الموضوع. طيب نحن عم نقول على الدولة أنه تضبط هذا الأمر، خلي يكون هالمركز الإيواء هو مركز إيواء شكلا ومضمونا، لأنه عندما يصبح هذا المركز في مظاهر كان مسلحة أو غريبة بيصير في علامات استفهام إذا هذا المركز يعني هو مركز إيواء أو هو يعني مربع أمني ممنوع الدخول طيب. عليه. عم تحكي عن مربع أمني سعادة النائب، اليوم الطرف الآخر يقول أنه الحديث عن سلاح داخل مراكز الإيواء والحديث عن مربعات أمنية سيجعل هذه المراكز عرضة للقصف من إسرائيل. أبداً أبداً أبداً، نحن لا نتكلم عن سلاح ثقيل، لا نتكلم عن منصات الصواريخ، ولا نتكلم عن يعني وجود دبابات أو رجمات. نحن عم نقول في سلاح فردي بلبنان، هذا السلاح الفردي منتشر والكل بيعرفه أنه منتشر. بالتالي يلي هرب من بيته، يلي نزح، أخذ المقتنيات تبعه، وهذا تفسير القوى الأمنية أيضا، وهذا الكلام ليس كلامي، أنه أخذ أمواله وسلاحه الفردي أو الشخصي. هذا السلاح موجود، نحن عم نقوله في قوى أمنية، على هالقوى الأمنية ضبط هذه العملية تبقى ضمن النطاق القانوني تحت سقف القانون، عليها ضبط التصرفات اللي عم تصير ببعض الأحيان، عليها التأكد من كل شيء بيدخل على مراكز الإيواء كي لا يتحول من العمل الإنساني إلى عمل آخر. أنا علي حذر، أنا ما بقدر شوف بثلاث شاحنات كبيرة تحمل 100 طن نعم. مواد البناء يلي ممكن تستخدم لإنشاءات أو لتحصينات أو لأي أمر آخر، ربما عم أقول وأسكت عنه. ما شغلتي ووظيفتي أن أكون العين الساهرة على أمن وسلامة الناس حين من مال والمناطق طيب. المضيفة من تاني من.
سؤال أخير حول التطورات السياسية بشكل عام سعادة النائب. نعم. اليوم ما زال طرح 1701 غير مقبول إسرائيليا، هوكشتاين أصلا يصل غدا إلى إسرائيل، ومن ناحية ثانية طرحكم أنتم سواء 1559 وما قبله 1680 كذلك، يعني ليس هناك أي قبول حتى من الأطراف الداخلية. ما هي المخارج الموجودة الآن؟ نحن عرضنا خارطة الطريق، هاي الخارطة الطريق بتخلص لبنان من القصف. يلي عم بيعارضها ما عرض خطة تانية، لأنه فعلياً إذا بقدر ردك من 8 أكتوبر يوم إعلان عن حرب المشاغلة والمساندة، أتى هوكشتاين إلى لبنان أكثر من 13 مرة ليطلب فصل المسارات بين غزة ولبنان وتطبيق 1701 لمنع اندلاع هذه الحرب. تم رفض هذا المنطق. بوقتها نحن عقدنا مؤتمر في معراب وطلبنا بعنوانه 1701 الآن، لأنه كنا منرى أنه لو طبق 1701 بوقتها كان ممكن يجنب لبنان هذه الحرب الكبيرة. وصلنا إلى 17 أيلول وبدأنا بالحرب الشاملة على لبنان، ولا يزال في هناك تكابر وتكاذب من قبل فريق الممانعة، وكأنه شيئا لم يكن، وكأنه لبنان لم يتعرض إلى كل هذه المجازر وهذا القصف وهذا الدمار وهذا التهجير. وبعضهم عم بيقولوا الكلام للميدان، لأنه في قرار إيراني أن يبقى لبنان ساحة من ساحات الحروب وج إسرائيل، بينما إيران تدوزن الردود تبعها هي وإسرائيل على بعضهم البعض. نحن عم نقول لا نريد من لبنان أن يبقى ساحة تنحل هالمشكلة. بدنا رئيس جمهوري يقول استعد قرار استلموا الحرب، استعد الدولة الفعلية القوية اللي هي بتحمي، ننشر الجيش بجنوب. بس إذا جاء رئيس جمهورية سعادة نائب، معلش بس باختصار لأنه انتهى وقت المقابلة، بس إذا يعني أتيتم برئيس جمهورية، أنتم تطالبون برئيس جمهورية يقول كل هذا الكلام، هل هذا يعني أنه نتنياهو سيوقف حرب على لبنان؟ أولا نحن نعرف أنه نتنياهو عنده أهداف لهذه الحرب، ومنعرف الدافع عدواني للعدو الإسرائيلي. نحن علينا نشله الحجج ونشله كل الدوافع يلي بتخليه يستمر بالحرب، ونخلي لبنان دولة ذات سيادة هي بتقرر بشكل واضح كيفية الدفاع عن أرضها. إذا كانت هذه الأرض معرضة لأخطار، هناك جيش لبناني ونحن كلنا وراء من دافع عنه. إنما ربط لبنان بساحات أخرى والقيام بحروب من أجل الآخرين ولمنفعة الآخرين، هذا أمر ما رح نقبله بقى داخليا ولبنانيا. شكرا جزيلا لك هلا على هذه المداخلة. معنا من بيروت النائب عن حزب القوات اللبنانية رازي الحاج. مستمرون بالأخبار ليلى، ولكن بعد الفاصل ونتابع. طفل في غزة من عارض أزياء تتهافت عليه الشركات العالمية إلى بائع بسبوسة. بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى
شاهدة على المكان والزمان والإنسان. من جديد، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن لجان التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ستعقد أول اجتماعاتها منتصف الأسبوع، وأضاف أن تلك اللجان ستجتمع مرة أخرى في كل من بروكسل والقاهرة وعمان واسطنبول وأوسلو. وصف بوريل التحالف بالمظلة التي تتيح للشركاء الدوليين المساهمة في تنفيذ حل الدولتين، محذرا من أن غزة تعاني أشد أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب عوائق إسرائيل أمام تدفق المساعدات. وهنا قال المسؤول الأوروبي إن أساليب إسرائيل في إدارة الحرب بغزة تثير الكثير من التساؤلات التي تحتاج لأجوبة. وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طول الخط الأزرق، داعيا إلى ضرورة بذل الجهود من أجل تخفيف التوتر بين إيران وإسرائيل. إن مصدر القلق الأكثر أهمية اليوم هو الوضع المزري الذي يعيشه الناس في شمال غزة. الأزمة الإنسانية الأشد خطورة منذ الحرب العالمية الثانية، والطريقة التي تدار بها هذه الحرب ضد المدنيين تثير المخاوف كبيرة وتطرح الكثير من الأسئلة دون إجابة. جميع منظمات الأمم المتحدة من الصليب الأحمر الدولي إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى برنامج الغذاء العالمي إلى منظمات الصحة العالمية تحذر من الوضع هناك. علينا أن نفعل شيئاً أكثر من مجرد التعبير عن القلق. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من بروكسل مراسل الحدث نور الدين فريدي. مساء الخير لك نور الدين. تحالف من أجل حل الدولتين، ما هي التفاصيل حول هذا التحالف وكذلك أيضاً حول آلية العمل؟ هذا التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ولد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في 26 من شهر سبتمبر الماضي في نيويورك، في اجتماع دولي ضم ممثلين عن 90 دولة، منهم 60 دولة كانت ممثلة على مستوى وزير الخارجية. الولايات المتحدة كانت ممثلة في هذا الاجتماع. المبادرة أطلقت من جانب المملكة العربية السعودية في صفتها تترأس اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، الاتحاد الأوروبي والنرويج. الاتحاد يحمل اسم التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وجوزيب بوريل قال اليوم بأن كلمة السر في هذه المرحلة هي التنفيذ وليست الدعوة، تنفيذ حل الدولتين وليس الدعوة إلى حل الدولتين. منتصف هذا الأسبوع يعني ظهر يوم الأربعاء والخميس سيعقد هذا التحالف الدولي اجتماعاته الأولى في الرياض على مستوى كبار الخبراء والمسؤولين والدبلوماسيين للدول التي شاركت في اجتماعات نيويورك أو التي قد تنضم إليها. ما هو المنتظر من هذا الاجتماع أو ماذا المنظمون والدول التي ترعى أو الأطراف التي ترعى هذا الاجتماع، أي المملكة العربية السعودية نيابة عن اللجنة العربية الإسلامية، الاتحاد الأوروبي والنرويج، تنتظر من الدول المشاركة أن تقدم كل دولة على حدة أو كمجموعة من الدول الاقتراحات والأفكار القابلة للتنفيذ من أجل تنفيذ حل الدولتين. إذن هناك مما لا شك فيه لجان عمل ستعقد، هناك عدة جلسات، تقريبا 7 جلسات على مدى اليومين. أونروا ستكون حاضرة بشكل قوي لأن أونروا تواجه أزمة شديدة خانقة هذه الأيام، سواء كان في الميدان في غزة أو في الكنيسة الإسرائيلية التي يحاول تجريمها قانونيا، ولكن أونروا ستظل قائمة حتى خلال قيام دولة فلسطين، فإذن دورها الحالي ودورها المستقبلي سيظل مطروحا في الجلسة الأولى لهذه الاجتماعات على مستوى الخبراء يوم الأربعاء. تفضلي لارا. شكرا جزيلا لك نور الدين على كل هذه الإيضاحات من بروكسل. إذن مراسل الحدث نور الدين فريدي.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وقف القتال وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من أولويات بلاده، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار في كل من غزة ولبنان. وقف القتال وتحقيق السلام في الشرق الأوسط ضمن أولوياتنا. نحن ندعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ولبنان. يجب عودة النازحين إلى مناطقهم، ونأمل أن يساهم مجلس الأمن في تهدئة الوضع بالشرق الأوسط. من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى إن حل دولتين أساس لحل الوضع وإنهاء الحرب في غزة. وطالبنا حنا كخليجيين للجانب الأوروبي للمشي قدما في خط متوازي في الاعتراف في الدولة الفلسطينية، وفي نفس الوقت بقبول حل الدولتين. ويسبق ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار ودعوة دخول المؤسسات والوكالات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. من جانبه وفي مقابلة مع الحدث صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية عن أن مسار الاتحاد الأوروبي واضح حول ضرورة وقف الحرب في غزة، مضيفا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن الذي يجلب الأمن لإسرائيل ولفلسطين. إلى أي حد تلقى كلمة الأوروبيين أذنا صاغية لدى إسرائيل؟ كما تعرفين أن الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذه الحرب يدرك أن ما يحدث الآن أمر مروع، وهذه المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والتوترات منذ البداية، ونحن نقول علينا أن نبذل كافة الجهود من أجل العودة إلى السلام والاستقرار، ومهما طلب الأمر فسوف نفعل ذلك. أما فيما يخص ما حصل في 7 أكتوبر فموقفنا واضح جدا تجاه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. كلنا دائما نمضي على نفس المسار، ما نوده هو وقف اطلاق النار واطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية. للوضع في غزة الآن مروع بالنسبة للسكان المدنيين، وبلا شك كل ذلك يجب أن يأتي على أساس الحل الدائمي، وهذا الحل يجب أن يكون سياسيا، فيجب أن نجب السبيل للعودة إلى المسار السياسي للخروج من الأزمة هذه الحالية، أي أن حل الدولتين يبقى هو الحل الوحيد الممكن. أمن إسرائيل أيضا يأتي عبر أمن فلسطين والدولة الفلسطينية. ولهذا وعلى سبيل المثال في نهاية سبتمبر كان هنالك اجتماع في نيويورك، هذه مجموعة التحالف من أجل تطبيق حل الدولتين أطلقت، وكانت مبادرة عربية من قبل أصدقائنا السعوديين، وساهم في استضافتها ورئاستها جوزيف بوريل الممثل السامي للفوضي الأوروبية. فهي ليست مبادرة دبلوماسية بل تظهر التقارب بيننا، وكذلك المجتمع الدولي وحشده من أجل الدفع تجاه هذا الحل. معنا هنا في الاستوديو لمناقشة هذه التطورات المحلل السياسي منيف عماش الحربي. أستاذ منيف مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني نبدأ بداية من فعليا كم هناك حاجة لتحالف دولي لحل الدولتين، وما أهمية هكذا تحالف بهذه المرحلة؟ لارا، لو عدنا إلى التاريخ نجد أنه بالنسبة لغزة هذه الحرب السادسة، بالنسبة للبنان هي الحرب الثالثة، بالنسبة للتوترات بين تل أبيب وطهران سواء الصراع المباشر أو الغير مباشر بدأ من 2006. كل هذه القضايا هناك، نعم هناك أطراف صادقة تريد حل القضية الفلسطينية، ولكن علينا أن نرى أنه في أطراف تتاجر بالقضية الفلسطينية لأجنداتها سواء أجنداتها الداخلية أو الخارجية. اللي حدث أنه كان في فراغ سياسي، وكانت القضية الفلسطينية ردات فعل لم تكن خاصة في حقبة التثوير ما يسمى الربيع العربي، تراجعت أصبحت القضية الرابعة والخامسة في المشهد العربي. الآن لدينا مسار سياسي واضح لا يتوقف على ردات الفعل، بمعنى أنه أصبح هناك قرار. هذا المسار السياسي له شقين، الشق الأول اعتراف الدول بالدولة الفلسطينية، الآن لدينا 149 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، والضغط على الأمم المتحدة لإعطاء فلسطين العضوية الكاملة. نعم. والعضوية الكاملة في المنظمات التابعة لها. والمسار الثاني تطبيق حل الدولتين.
وبالتالي علينا العمل على هذا المسار، والبنادق ستصمت بين عشية وضحاها كما حدث في الفترات السابقة. ولكن الفراغ السياسي اللي تركه في الفترات الماضية، أعتقد أنه المسار السياسي هذه المرة، وخاصة أنه تم الاحتفال في مؤتمر بدريد مرور 33 عاما في الفترة الماضية، أعتقد أنه المسار السياسي هذا سيفضي بلا شك إلى أن نصل إلى حل للقضية الفلسطينية جذريا، وليس فقط ردات الفعل، وإخراج القضية الفلسطينية من المنطقة الرمادية لتصبح هي الأولوية فعليا. يعني هل يمكن تحقيق هذا في ظل ما يحدث اليوم، وفي ظل أصلا رفض إسرائيلي واضح لحل الدولتين؟ في 73 لم يكن أحد يتوقع أن اليمين واليسار يذهب إلى اتفاقية سلام مع السادات في كامب ديفيد. ومن وقع معاهدة السادات مع السادات هو بيغن، وهو من أشد اليمينيين والأكثر تطرفا، ومع ذلك ذهب إلى اتفاقية سلام. رابين وبيريز ذهبوا إلى اتفاقية أوسلو. علينا أن لا نرهن بما يحدث الآن في الحكومة اليمينية اللي يقودها نتنياهو. حتى نتنياهو أنا أعتقد أنه في مقابلته في التايم في 8 أغسطس أشار بشكله لم يسميها، ولكن أشار إلى حكم الفلسطينيين لأنفسهم. أعتقد أنه علينا أن نراهن أنه المشهد يتغير. لا أرى في حدث مهم، إيغورا آيلاند اللي وضع خطة الجنرالات الآن يتراجع ويقول أن الحرب في غزة ستفضي إلى ما لا نهاية، وعلينا أن نسكت البنادق ونعود إلى الحل السلمي، لأنه العملية طالت أكثر مما يجب. هناك يعني الآن كذلك توسيع للجبهات بالنسبة لإسرائيل، يعني لم نعد نتحدث فقط عن غزة ولا عن القضية الفلسطينية لوحدها، اليوم نحكي عن لبنان ونحكي أيضا عن إيران بظل الضربة التي تبعناها بالأيام الماضية، والتي قد تكون مقدمة ربما لضربات أخرى أم لا. بس فعليا بظل هذا المشهد المتأزم الذي بات يطال دول المنطقة، هل اليوم الوصول إلى تفاهمات حول فلسطين كقضية أساسية يمكن فعليا أن يفضي إلى تفاهمات أخرى بالمنطقة بالشرق الأوسط تتعلق سواء بلبنان بإيران ربما بسوريا وغيرها من الدول؟ ستتوقف الحرب في غزة، وستوقف الحرب في لبنان، وسيهدي الصراع بين طهران وتل أبيب. بين عشية وضحاها سيحدث هذا الأمر، دون قد تكون مربوطة بالانتخابات الأمريكية، قد تكون أنه نتنياهو يريد بعد هذه الضربة يريد أن يوجه ضربة أخرى لا ندري، ولكن في النهاية نحن في نهاية هذا الصراع. لو إذا لم يجد نهايته نهاية الصراع بالتأكيد، وبالتالي إذا لم نذهب إلى مسار سياسي ثابت وليس ردات فعل مثل ما حدث في السابق، أعتقد أنه سنصل للحل. لأنه لا أعتقد أن إيران ستقوم بردة فعل، لأنه واضح إذا قامت بردة فعل نتنياهو الآن استجاب كما قالوا أنه تحت السقف الأمريكي بضرباته إلى طهران. إذا ردت طهران ستشتعل، نتنياهو سيقوم بردة فعل أقوى، ولكن لا أعتقد أن إيران سترد. أعتقد أنه نحن في نهاية الأزمة وستنتهي، ولكن ستبقى نار تحت الرماد إن لم نحل القضية الفلسطينية من جذورها. سترجع الحقيقة سيرجع الصراع من جديد، لأنه هذه الصراعات مستمرة. أس هذه الصراعات هي القضية الفلسطينية. إذا استطعنا حل القضية الفلسطينية أعتقد أنه سيكون استقرار. وحتى بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل أدركت أنه القوة العسكرية وانتهاك سيادة الدول لا يحقق الأمن لإسرائيل. استطلاعات الرأي في إسرائيل تقول أنه 35% من الإسرائيليين الآن يتحدثون عن الهجرة المعاكسة. طيب بظل يعني كل هذه المعطيات، نحن أمام أيام قليلة ويعني نشهد الانتخابات الأمريكية، وحتى بظل يعني كثير من حالة عدم اليقين الآن من سيربح، المنافسة جدا شديدة، كيف يمكن أن يتغير المشهد مع يعني كل شخصية اليوم مرشحة سواء مع هاريس أو حتى مع ترامب بالنسبة لوضع الشرق الأوسط وبالنسبة للجهود اليوم المقادة؟ إذا أخذنا ترامب، فترام يعتقد أن الليجاسي حقه الإرث هو الاتفاقية الإبراهيمية، ويريد أن يوسعها. ويوسعها مع السعودية، والسعودية لها شرط إقامة الدول الفلسطينية على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، وبالتالي ترام سيسعى لهذا المسار. كاميلا هاريس بالنسبة لهذا الملف ستستمر على نهج بايدن، بمعنى أنه حل الدولتين. إحنا لم نرى حديث عن حل الدولتين من ترام، ولكن حديثه عن الاتفاقية الإبراهيمية. هاريس تكمل في مسار بايدن بحل الدولتين، وأعتقد أن المسارين
كلهم يذهبون إلى توسيع دائرة السلام في المنطقة. ترامب يريد أن يوسع هذه الدائرة، وتحدث دائما عن العلاقة بين تحقيق السلام بين الرياض وتل أبيب. بايدن وهاريس تحدثوا عن هذا الأمر، الكل مجمع على أهمية توسيع دائرة السلام. ولذلك أنا أعتقد أن السعودية استطاعت أن تنقل، تضع معادلة السلام السعودية من جديد، وتخرج معادلة السلام من المنطقة الرمادية، بمعنى أنه معادلة السلام السعودية، وأعتقد أنها ستسير عليها عدد من الدول، هو أنه السلام يأتي من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمة القدس الشرقية، ومن ثم السلام مع إسرائيل وليس العكس. هو في واقع الحال أول اجتماع للتحالف سيكون بالرياض الأسبوع المقبل. نعم، يعني هل من الواضح على الأقل كيف ستبدأ الأمور، كيف سيبدأ الطرح، كيف ستبدأ الجهود الأسبوع المقبل؟ إذا أخذنا ما حدث في نيويورك، كان في 90 دولة شاركت، 60 دولة على مستوى وزاري. أعتقد أنه خطة السلام واضحة. نعم. تتكي على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وأعتقد أنه خلنا نتذكر أنه مسبقا كان في جهد سعودي مع الجامعة العربية ومع مصر والأردن ومع الاتحاد الأوروبي لإعادة وضع المبادرة العربية من جديد على الطاولة. وأعتقد أنه التحالف الدولي حل الدولتين لتنفيذ حل الدولتين، أعتقد أنه مسار مهم، وسيحظى إذا لدينا 149 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية وحضرت 90 دولة في التحالف، أنا أعتقد أن الرقم سيزداد. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هنا في الاستوديو، المحلل السياسي منيف عماش الحربي، شكرا لك. تبدد حلم الطفل الفلسطيني الموديل محمد بكر بالشهرة، إذ تحول من طفل تتهافت عليه الشركات والمحال التجارية إلى بائع بسبوسة بين الخيام، بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تعصف بالقطاع منذ أكثر من عام. يمشي هذا الطفل الغزاوي بين الخيام ويخيل له أنه في عرض أزياء، فالحرب لم تمحو من ذاكرته وميض الكاميرات التي استبدلت بوميض الصواريخ في السماء. يتوقف الموديل الفلسطيني محمد بكر الذي تبدد حلمه بالشهرة لالتقاط بعض الصور التي توثق فرقا شاسعا في مظهره، فلا مصففة للشعر ولا ثياب جديدة بألوان ملفتة، ولن ينتهي مشهد التصوير هذا بالتصفيق كما كان ينتهي قبل الحرب، فالتصفيق فقط لمن يحصل على رغيف خبز زائد، وصور الفلسطينيين باتت مع سلال المساعدات الأممية، فهي الآن نجمهم الوحيد. كان حلمي أني أطلع أكبر موديل وأكون مبسوط، يعني حياتي كانت عادية قبل الحرب، يعني كنت مبسوط فيها هيك حياة، فلما أجت الحرب دمرت كل شيء، دمرت أحلامي، دمرت مستقبلي. من وجه إعلاني تتهافت عليه الشركات والمحال التجارية إلى بائع بسبوسة، هذا ما آل إليه واقع الطفل محمد بكر بعد حرب 7 أكتوبر المستمرة بلا توقف. كنت أنا قبل الحرب أشتغل موديلز وأشغل وأتصور بالإعلانات، كانوا المحلات والمحلات التجارية والشراك كانوا يطلبوني من شان شخصيتي وحلاوتي أني ألبس وأتصور بيهم عشان يبعتهم على المحلات ويصير يطلبوني. أجت الحرب صرت أشتغل أبيع بسبوسة ألف في الخيام، ببيع بسبوسة، بلف على الخيام من شان أبيع بسبوسة أقدر أساعد أمي وإخواتي. نجا هاتف محمد بكر أيضا وحمله معه إلى خيمة قد يتبدل موقعها كلما اقتربت منها نيران القصف، لكنه يصر على مشاهدة نفسه أثناء عرض الأزياء مع أخيه الأصغر ليذكر نفسه دائما بأن الأحلام لا تموت. هلا العلي، الحدث. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الساعة الأولى من الأخبار الليلة، إلى اللقاء في الثانية. Спасибо.
قاضي رمضان. السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بينات واضحة وأدلة واضحة لتعاونه مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم و نهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تابع الحدث في مكانه وزمانه. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين
وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. الآن الأخبار الليلة من الحدث. الساعة الثانية من الأخبار الليلة، أحييكم من جديد وإليكم تذكيرا بأهم الملفات. مستجدات الحرب في غزة وفي لبنان، تحذيرات من مربعات أمنية جديدة في مناطق لبنانية، إيران تضع الضربة الإسرائيلية على طاولة مجلس الأمن، وزخم دولي لتنفيذ حل الدولتين، وغيرها من الملفات، ولكن نبدأ بالعناوين. غارات إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، وحزب القوات يحذر من مربعات أمنية لحزب الله في مناطق غير محسوبة عليه. إيران تضع الضربة الإسرائيلية على طاولة مجلس الأمن، والعراق يشكو انتهاك أجوائه ويصفها بالانتهاك الصارخ. أوروبا تكشف عن تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين، وسفيرها لدى السعودية يؤكد للحدث أن دول الاتحاد من الأكثر دعماً لغزة ولبنان إنسانياً. بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له مستشفى كمال عدوان، يعمل بطبيب واحد ويطلق نداء استغاثة. تتواصل الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من لبنان، وكانت أبرزها اليوم مدينة صور. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان المباني الواقعة في شوارع علي الخليل وحيرام ومحمد الزيات ونبيه بري بمدينة صور بضرورة إخلائها بشكل عاجل. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس خارطة بتلك الشوارع، مؤكدا وجوب الابتعاد فورا إلى خارج المنطقة المحددة باللون الأحمر والتوجه إلى شمال نهر الأولي. بعدها بنحو ساعتين بدأ الجيش الإسرائيلي بشن الغارات، فقتل 6 أشخاص وأصاب آخرين، فيما تسببت الغارات بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق المجاورة للضربات. ضرب من حد الجوال هذا ضرب من حد الجوال هذا ضرب من
بالموازاة، أفاد مراسل الحدث بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شمسطار غرب بعلبك شرق لبنان، فيما سقط قتيلان في غارة إسرائيلية على بلدة طارية في البقاع الشمالي أيضا. هذا واستهدفت غارة أخرى سيارة في بلدة عرية بجبل لبنان. في الجهة المقابلة رصدت كاميرا الحدث اعتراض صواريخ فوق سماء حيفا أطلقت من لبنان، كما رصدت سقوط عدد آخر من الصواريخ في خليج حيفا. وبالتالي بتقديري نعم الآن هناك إطلاق صواريخ اعتراض، نرى صواريخ اعتراض، إطلاق صواريخ اعتراض الآن تجاه أهداف جوية، صواريخ على الأغلب متوسطة المدى. هناك عمليات اعتراض الآن في الأجواء من فوقنا، يمكن أن تروا الآن صاروخ الاعتراض. الآن تم الاعتراض، نعم سنسمع الصوت الطبيعي. سقط صاروخ الآن في البحر، يمكن أن تروا سقوط صاروخ في البحر الآن بشكل مباشر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تسعى إلى صنع قنابل نووية لتدمير إسرائيل. وأضاف نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست إن إيران تسعى لبناء مخزون من القنابل النووية من أجل تدمير إسرائيل تحملها صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أنها قد تهدد العالم بأسره في أي مكان بحسب تعبيره. نتابع الأوضاع الميدانية الآن مع مراسل الحدث من البقاع محمود شكر، وكذلك أيضا الصحفية هبة مصالحة من القدس. مساء الخير لكما هبة، أهلا بك من جديد. محمود، معك أبدأ، تطورات متلاحقة تأتي من البقاع، كيف تبدو الصورة؟ بالفعل وهي كانت ساخنة وعنيفة، وأيضا وصفت بأنها كانت رزمات من الغارات الإسرائيلية. لم نتمكن منذ حوالي الساعتين من متابعة هذه الغارات لأنها أتت على وراء بعضها البعض، لذلك سأذهب معك بالترتيب إذا أمكن لجمع هذه الغارات. نعم. من بلدة الحلانية ظهرا والتي سقط فيها ضحيتان إلى بلدة بريتال التي سقط أيضا فيها ضحيتان، بالإضافة إلى ما يقارب 10 من الجرحى، إلى بلدة طارية التي كانت على موعد مع غارتين منفصلتين الظهر، ومنذ بعض الوقت الظهر أدت الغارة باتجاه دراجة نارية إلى سقوط ضحيتين، منذ بعض الوقت الغارة أدت إلى سقوط ثلاثة، إلى أيضا بلدة بودي التي كانت على موعد مع عدد من الغارات. آخر هذه الغارات منذ بعض الوقت المعلومات أشارت بحسب مصدر عسكري إلى سقوط 7 ضحايا من نفس عائلة واحدة في البلدة، إلى بلدة راما
في داخل العمق وتحديدا العمق ما بعد مدينة بعلبك وبالقرب من الهرمين. المعلومات الآن تتحدث عن تحديث في عدد الإصابات، في بداية الأمر كنا نتحدث عن 3 ضحايا، الآن نتحدث عن 7 ضحايا، لذلك العدد هو كبير. التوصيف الدقيق للذي جرى هو عدد كبير من الغارات العنيفة التي ليست ضربت منطقة قرى بلدات البقاع الشمالي وإنما عصفت بها، بدليل هذا العدد الكبير من الضحايا والجرحى. ثم بعد ذلك كان هنالك غارات أيضا باتجاه بلدات سرعين ومدينة بعلبك في أولها، وأيضا مدينة بعلبك من جهة العسيرة، مدينة بعلبك من جهة بالقرب من ثكنة غورو، بالإضافة أيضا إلى حوش منطقة الهرمل والحدود في منطقة الهرمل على مستويين وفي منطقتين المقابلة للحدود اللبنانية السورية، وأيضا في هنالك غارة باتجاه طريق عيون السمان منطقة بيت مشيك، بالإضافة إلى غارة في ساعات الصباح وتحديدا في مشغرة. لذلك نتحدث عن عشرات الغارات، عشرات الإصابات، وأيضا العدد الكبير من البلدات والقرى التي استهدفتها هذه الغارات. يعني بالفعل يوم طويل جدا من الغارات على البقاع محمود، يبدو أنه تركز عدد كبير منها هناك. هبة معك نتابع ما إذا كان في أي تطورات ميدانية وحتى كذلك تطورات سياسية بضد زيارة هوكستين إلى جانب عودة الوفد من قطر، الوفد الإسرائيلي. نعم، نتحدث عن قبل قليل 3 رشقات صاروخية بأقل من دقيقة أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وأيضا بمناطق بإصبع الجليل. سمعت صافرات الإنذار بمدينة كريات شموني وأيضا بالقاعدة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في ميرون، جبل ميرون أو جبل الجرمق في صفد، وهذه ثاني مرة يتم استهداف هذه المنطقة بصلية صاروخية يستهدف بها حزب الله مدينة صفد والقاعدة ميرون في جبل الجرمق. بالاستهداف الأول كان هناك سقوط لعدد من الصواريخ أدت لاندلاع الحرائق أيضا بمحيط هذه القاعدة، بالإضافة إلى استهدافاته التي تركزت على الجليل الغربي واستهدافه ب30 صاروخا لمدينة نهرية و5 قذائف صاروخية متوسطة المدى استهدفت مدينة حيفا بعد 3 أيام دون أن تسمع بها صافرات الإنذار. اليوم مدينة حيفا سمعت بها صافرات الإنذار ب5 صواريخ، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بعضها والبعض الآخر سقط بمناطق مفتوحة منها البحر. كذلك استهدافاته لتمركز وتجمع الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلي، حيث يتواجد في إطار المنطقة المعلن عنها بأنها منطقة عسكرية مغلقة في إطار الدعم اللوجستي للجيش الذي يحاول التقدم لناحية كفركلا في جنوب لبنان. استهدف هذه المنطقة بأكثر من 7 مرات خلال هذا اليوم. شكرا جزيلا لك هبة مصالحة زميلتنا الصحفية، كنت معنا من القدس، وشكر موصول لمراسل الحدث من البقاع محمود شكر. سياسة التدمير الممنهجة التي كان يتخذها العدو الإسرائيلي طوال الأيام الماضية، هو المشهد الذي استمر منذ الليل أول من أمس تحديدا مع انتهاء الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي أول من أمس باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت. تريثي كلمة أو رسالة بعثت بها الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل بعيد الهجوم الإيراني الصاروخي في 1 أكتوبر. هذا ما كشفته وكالة رويترز في تقرير تحدث عن خشية المسؤولين الأمريكيين حينها من رد فعل إسرائيلي حاد وسريع قد يدفع الشرق الأوسط إلى شفا صراع إقليمي شامل. التقرير يروي أن واشنطن سعت طيلة 3 أسابيع إلى التأثير على تل أبيب قبل أن يرد الجيش الإسرائيلي يوم السبت الفائت بضربات
ضربات جوية دمرت دفاعات جوية إيرانية رئيسية ومرافق لإنتاج الصواريخ. ولكن الأهم وفق تقرير رويترز أنه تم في نهاية المطاف تجنب المواقع النووية الحساسة والبنية الأساسية للطاقة في إيران. وهنا يقول مسؤول أمريكي أن تلك المواقع كانت أهدافا إسرائيلية محتملة، إلا أن واشنطن عملت على تقديم خيار بديل يتضمن مجموعة من التدابير المختلفة ومنها فرض العقوبات. وفيما اعتبر رسالة إلى إيران وفق التقرير، نفذ الجيش الأمريكي ضربة ضد الحوثيين باليمن مستخدما قاذفات الشبح بعيدة المدى من طراز بي 2. بعد نفي رسمي وبعد يومين من الضربة الإسرائيلية لإيران، أقرت الحكومة العراقية باختراق إسرائيل لأجوائها في 26 من هذا الشهر. فقد أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنها قدمت مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن تدين فيها الانتهاك الصارخ الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواء العراق واستخدام المجال الجوي لتنفيذ ضرباتها على إيران. وفي بيان للحكومة، طلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الخارجية العراقية التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق. وشددت الحكومة العراقية على عدم السماح باستخدام أجواء العراق أو أراضيه للاعتداء على دول أخرى خصوصا دول الجوار، وعدم الانجرار في صراعات إقليمية. ومعنا لمناقشة هذه التطورات والموقف العراقي الرسمي من بغداد الكاتب والباحث السياسي واثق الجابري، ومن أربيل أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا الدكتور سربست نبي. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلة. أستاذ واثق، أريد أن أبدأ مع حضرتك، يعني ماذا يفهم من انتظار العراق لأيام طويلة قبل فعليا الحديث عن انتهاك أجوائه من جانب إسرائيل؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مشاهديكم الكرام والضيف الكريم. طبعا العراق لا يمتلك أسلحة دفاعات جوية متطورة، بالتالي ربما يقع اللوم بالدرجة الأساس على الولايات المتحدة التي منعت تسلح العراق طيلة هذه الفترة، لذلك لم يتمكن من الكشف عن وجود طائرات في أجوائه. لذلك العراق اليوم يسعى إلى تفعيل الدفاعات الجوية أو شراء منظومة الدفاع الجوي، وهذا ما تعاقد عليه مع كوريا الجنوبية بقيمة 2.78 مليار دولار من منظومة أم سام 2. وبالتالي كل هذه المعطيات لم تكن لدى العراق كل الإشارات أو الأجهزة الكشف المبكر أو الأجهزة المتطورة كيف إذن كشف أو رادارات متطورة كشف هذه الطائرة. يعني بس نعم. كيف تمكن العراق من معرفة أنه أجواءه خرقت أستاذ واثق؟ نعم، بعد التحقيقات وبعد الشكوى التي قدمت من قبل إيران، أكيد العراق يعني بعد كل هذه المعطيات تأكد من وجود طائرات إسرائيلية اخترقت السماء العراقية واستخدمت الأجواء العراقية لضرب إيران، وبالتالي هذا عبرت عنه الحكومة اليوم، هو خرق للأجواء العراقية واعتداء سافر وآتب، وبالتالي هو يعتبر عدوان و تتحمل الولايات المتحدة جزء من هذا الخرق للسيادة العراقية. دكتور سربست، يعني عدم امتلاك العراق لأجهزة دفاع جوي فعليا هي برأي حضرتك أيضا أنه سبب بتأخر إدانة العراق، أو هناك عوامل أخرى مثلا إدانة إيران؟ وهنا نشير إلى أنه كان في يعني نفي رسمي أصلا لخرق أجواء العراق بالأيام الماضية. تحية لكما وللمشاهدين. هناك التباس شديد في مفهوم السيادة، وهذا يفسر التأخر العراق في الرد. ليست هناك سيادة أورانج وسيادة رمادية، السيادة واحدة كاملة لا تتجزأ، واستهداف السيادة العراقية وانتهاك أجواءها بات أمر مألوف ومتكرر يوميا، لكن الغير مألوف
والاستثنائي هو هذا النواح على بقايا السيادة هذه المرة. إذا علمنا أن السيادة العراقية انتهكت 400 مرة عام 2023 من قبل تركيا وإيران ولم نسمع كل هذا الصخب. طبعا أنا لست بصدد تبرير الانتهاك الإسرائيلي الوحيد واليتيم، لكن أبحث عن جدوى كلمة السيادة في أذهان الساسة العراقيين. الأكثر تشدقا الآن بمفهوم السيادة كانوا بالأمس القريب، الأكثر صمتا لما كانت الصواريخ الإيرانية تنهال على أقليم كردستان، وهذا المفهوم كل يستخدمه حسب أجندته وحسب ولائه. حتى فقدت كلمة السيادة في الفضاء السياسي العراقي دلالاتها ومعانيها الآن. هناك تناقض، هناك ازدواجية معايير لدى استخدام هذا المفهوم. لنلاحظ أن الساسة الإيرانيون يعلنون جهارا أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية، ومع ذلك يلتزم هؤلاء في مقدماتهم بغداد، يلتزم هؤلاء الصمت ولا يردون. وبالمقابل تركيا تعتبر كركوك وولاية الموصل جزءا لا يتجزأ من حلمها الأمبراطوري، ومع ذلك نجد شطرا آخر من الساسة العراقيين يلتزم الصمت، والأتراك والساسة الأتراك وفي مقدمتهم رئيس التركي يدعون إلى إعادة الجزء إلى الأصل إلى جسد الأم، ومع ذلك نجد صمتا مريبا لدى الشطر الآخر. طيب. معنى ذلك هناك انقسام داخلي، ليس هناك قرار وطني حول مفهوم السيادة مشترك لدى العراقيين. من يهون عليه هذا الأمر لمرة واحدة يسهل عليه الهوان في كل مرة، ولهذا السبب نجد هذا الموقف المريب والملتبس عند الساسة العراقيين. الأمر يتعلق بأن الضربة وجهت لإيران، ماذا لو كانت الضربة وجهت من أجواء العراق إلى دولة عربية مجاورة؟ ماذا ما موقف الساسة العراقيين بالصواريخ الإيرانية التي عبرت الأجواء العراقية والأردنية؟ لا تعد ذلك انتهاك الأجواء الأردنية مثلا باتجاه إسرائيل؟ طيب اسمح لي أرجع بهذه النقطة لأستاذ واثق، سأعود غياب الاتساق رولا. غياب الاتساق السياسي والوطني في الفكر لدى أصحاب القرار وصناعه في العراق. طيب أستاذ واثق، لا أدري إذا كان لدى حضرتك يعني أي رد على كلام دكتور سرابست، خاصة بما قاله أنه مئات الاختراقات حصلت هذا العام من تركيا وإيران، وهنا نشير لأنه كان هذا الاختراق يشمل كذلك قصف داخل الأراضي العراقية، وهذا لم يستدعي ردا بهذا الحجم. هل لأنها إسرائيل أم هو فعليا السبب الانقسام السياسي؟ هي طبعا إسرائيل هي ليست المرة الأولى، وإنما أكثر من مرة تم القصف في داخل الأراضي العراقية، وتم الاعتراف من قبل الولايات المتحدة، وأعلنها حتى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. هذه بالنسبة لإسرائيل. أما بالنسبة للخروقات الأخرى بسبب عدم وجود منظومة دفاع جوي، والولايات المتحدة تتحمل، بل المادة الثانية والثالثة من البند الخامس من الاتفاق الاستراتيجي تكون الولايات المتحدة يعني مسؤولة عن حماية أمن وسيادة العراق، ويتفق الطرفان في حال وجود أي عمليات أو عمليات يعني بالذات العمليات الجوية يكون بإعلام الطرف العراق، وتكون بقيادة العمليات المشتركة التي من المفترض أن تقاد من العراق. بالتالي كل العمليات التي حصلت العراق لا يملك الإمكانيات للرد على لا على الجانب التركي ولا على أي دولة ممكن. أما بالنسبة للاعتداء على الدول الأخرى، العراق سيحترض في حال اعتداء الكيان الصهيوني أو أي دولة أخرى على أي من الدول المجاورة، باعتبار الدستور العراقي لا يجيز استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة أخرى، والعراق يريد بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الإقليمية، ليس له عداء مع دولة مجاورة وليس له انحياز أيضا بنفس الوقت، يريد أن يسير بخط متوازن مع كل الدول المجاورة. لذلك اليوم من يتحمل مسؤولية، لذلك ذكر البيان أيضا تفاهم أو إدانة للجانب الأمريكي بهذا الصدد. دكتور سرابست، فعليا اذا يعني اردنا ان نكون واقعيين هنا، ما هي الخيارات امام العراق سوى يعني الاستنكار كما راينا الان؟
نعم هذا ما أعنيه، لكن في هذا السياق أنا أميز بين الرد الفعلي والرد النظري. أنا أدرك أن العراق لا يملك القدرة العسكرية للرد، لكن على الأقل يملك القرار السياسي والموقف. التمييز بين الموقف والرد الفعلي مطلوب هنا. لماذا لا تتخذ الحكومة العراقية الموقف نفسه إزاء كل التدخلات وكل الانتهاكات المحيطة بالعراق؟ نحن نشهد انتهاكات يومية، كل يوم هناك انتهاك تركي، يعني غالبا يكون تركيا وفي أغلب أحيان كثيرة إيراني. لماذا لا نشهد؟ هذا يدل على ارتهان القرار السيادي العراقي لأجندة غير عراقية. لنتفق ولكن ألا يرتبط أيضا دكتور بس إذا سمحت لي، ألا يرتبط أيضا بالعداء لإسرائيل؟ الشارع العربي بطبيعته الثقافية وبحكم وجود القضية الفلسطينية هناك موقف مشترك تجاه إسرائيل، لا شك في ذلك. لكن أيضا مطلوب أن الشر الإسرائيلي ليس أسوأ من الشر التركي أو الإيراني. علينا أن نضع المعادلة أن أي دولة خارج السيادة الوطنية تنتهك أو تلحق الأذى بالمصالح الوطنية العليا لدولة ما، هي بهذا الاعتبار متساوية في العداء. ربما العداء الإسرائيلي مع العراق هو عداء غير مباشر، بينما نجد أن الأذى والانتهاكات التي تحدث من قبل الدولتين الجارتين العراق هما مباشر، ولديهما أطماع أخطر بكثير من أطماع إسرائيل في العراق. لنكن واقعيين، هذا ليس تبرير، يعني حتى لا حد يطلع يزاود علي ويقول لي تبرير للاعتداء الإسرائيلي وهالحكي الفارغ هذا. القصة هي أن تفكر بعقل وطني ضمن نطاق وطني وضمن مصالح وطني. عقل الوطني الآن السوري اللبناني لديه تماس مباشر في الصراع مع إسرائيل، بينما العراقي ليس كذلك. ولهذا السبب العراقي عانى من التدخلات الإيرانية والتركية أكثر مما عانى من التدخل الإسرائيلي في شؤونه. هذه هي المشكلة. وضحت هذه الفكرة. حضرتك ذكرت يعني عبارة مهمة، العقل الوطني. سأذهب بسؤال أخير لكما ضيفي الكريمين. أستاذ واثق، يعني اليوم إذا تدخل فعليا وكان في عقل وطني، كيف يمكن تحييد العراق عن إمكانية أن يتطور هذا الصراع بين إسرائيل وإيران؟ هي طبعا إسرائيل تريد جر العراق على المعركة، وبالتالي العراق حاول يعني بعدة اتجاهات ومنها الاتجاهات الدبلوماسية أن يجد حلول لهذه القضية واسترجاع الحق كاملا. أما في تعليق على كلام الضيف، العراق أدان بشكل واضح في بيانات رسمية، أدان الاعتداء الإيراني والتركي واعتبرها عدوان على العراق، يعني بالذات إذا هو يريد أن يقول إيران. أما الجانب التركي فقد قدم شكوى إلى الجامعة العربية، وعقدت الجامعة العربية مؤتمرا بهذا الخصوص وأدانت العدوان التركي وتدخلات التركية في العراق. بالتالي السيادة هي نفس السيادة، لن تتأثر، لكن تبقى إسرائيل هي العدو الأول. بس تقول أستاذ واثق أنه إسرائيل هذا في دستور العراق. نعم. بس تقول حضرتك أنه إسرائيل هي التي تريد إدخال العراق في هذا الصراع، كيف؟ من أي ناحية؟ بوقت أنه اليوم هناك ميليشيات عراقية تهدد إسرائيل، وهي التي حاولت بوقت من الأوقات يعني محاولات استهداف لها. هو مثل هكذا فعل واستخدام الأجواء العراقية من أجل استفزاز الفصائل الموجودة في العراق، وإلا وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية بعدم استهداف القوات الأمريكية، ومن المفترض أن يطبق الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وأمريكا وتنسحب القوات الأمريكية، وبالتالي وجود نوع من التفاهمات داخل العراق بين القوات الأمريكية وهذه الفصائل. يعني لكن استخدام الأجواء العراقية هذا يعطي ذريعة لكل من يعترض على إسرائيل. حتى بس أستنتج من كلامك، تقول حضرتك أنه تحييد العراق يكمن بانسحاب القوات الأمريكية، هذا ما أفهمه من حضرتك. لا، هو الانسحاب اتفق عليه وتم الاتفاق وسيطبق، يعني سيبدأ الانسحاب التدريجي إلى نهاية 26. نعم.
طيب سأذهب ببعيد. لا الـ 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 إسرائيل هي من تريد أن تتدخل في الشأن العراقي أو تريد أن تحرج العراق بوجودها بالأجواء العراقية. نعم دكتور سرابست، نسأل هنا عن تحييد العراق، هل هذا ما زال ممكن بظل يعني هناك وجود إمكانية صراع إسرائيلي إيراني مباشر، وهل يعني فعليا يعني إسرائيل هي التي تحاول استفزاز العراق للدخول بهكذا معركة؟ هذا الكلام غير دقيق. في عقاب 7 أكتوبر مباشرة وعملية حماس في غزة، الميليشيات الموالية لإيران أعلنت إذعانها وارتهانها لأوامر الولي الفقير وانتظارها للبدء والمباشرة بإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه، وهم أعلنوا استعدادهم وهم يتباهون بذلك، يعني ليس سراً، وبالتالي هم من يمنحون الذرائع لإسرائيل كي تقوم إسرائيل بالضرب. بخلاف هذا القرار المارق هو على خلاف مع قرار الدولة العراقية ووزارة الدفاع والمؤسسات السيادية، لأن هذه لا تكترث لأوامر المؤسسات الوطنية العراقية، بحين أن الدولة العراقية برئاسة السيد السوداني حاولت حتى الآن بتوازن وحكمة أن ينهي بنفسه عن هذه، هو يدرك التحديات التي قد يواجهها العراق، لا سيما الفارق الكبير في التكافؤ بين القوة الجوية العراقية وقوة والتفوق الإسرائيلي، وهو يدرك ويريد أن ينهى بالعراق عن أي مواجهة تفضي إلى خسارة حتمية وإلى كلفة على الصعيد العراقي. هذا من جانب أول. من جانب آخر، في المرات الكثيرة، في المئات المرات التي حدث فيها انتهاكات، لم نسمع إدانة واحدة لإيران، هذا غير صحيح. هناك إدانة لتركيا فقط، إدانة خجولة نعم. ضمن مئات الانتهاكات التي قامت بها تركيا. أنا نعم. هنا لست بصدد تبرير أو دفاع أو إثبات، أنا أصف ما حدث تماما وبحياد لأصل إلى نتيجة واحدة، أنه من الضروري أن يكون القرار الوطني نعم. العراقي السيادي متعلقا بالدولة وبرأس الدولة فقط. طيب. ومستقلا عن أي أجندة أيديولوجية أخرى. قضية النزاع العربي الإسرائيلي ليس نتاج اختراع الميليشيات، هذه مسألة تاريخية ولم تأتي مع هذه الميليشيات. نعم. القضية تتعلق بعمق تاريخي، ويمكن للدول العربية وحدها أصحاب هي أن تقوم بدعم القضية الفلسطينية، لا مثل هذه الميليشيات التي قامت عام 2006 بتهجير أكثر من 500,000 فلسطيني من شارع فلسطين وأطرافها في بغداد ومن العراق إجمالا. من طرد الفلسطينيين من العراق؟ 500,000 فلسطيني كانوا متواجدين ويتمتعون نعم. بكامل حقوق المواطنين العراقيين طوال عقود من السنين. نعم. يعني من قام بطردهم الآن يأتون ليزايدوا على القضية الفلسطينية، هذه فقط خدمة لأجندة إيرانية فحسب. طيب نحن للأسف انتهى وقت هذا الحوار، ولكن أشكركما جزيل الشكر ضيفي الكريمين، من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا الدكتور سرابست نبي، ومن بغداد الكاتب والباحث السياسي واثق الجابري، شكرا لكما. إلى فصل قصير، من بعده نعود لمتابعة الأخبار الليلة. حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي، ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار.
بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. بكم من جديد. قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن جاهزية الدفاعات الجوية الإيرانية أفشلت الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 4 جنود إيرانيين والتسبب بأضرار في بعض أنظمة الرادار وفقا لما أعلنته هيئة الأركان الإيرانية. سلامي اعتبر في رسالة إلى قائد الجيش أن عواقب الهجوم الإسرائيلي ستكون مؤلمة ولا يمكن تصورها على حد تعبيره. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن النهج الدبلوماسي والمشاورات الدبلوماسية ما زال وسيلة لمنع توسع الحرب ويكملان بعضهما البعض، مضيفا أن التصدي لإسرائيل هي مسؤولية جماعية لمنع اتساع دائرة الحرب. دبلوماسي وميدان تكميل كننده هم ديگه هستند. النهج الدبلوماسي والمشاورات الدبلوماسية لا يزالان وسيلة لمنع توسع الحرب. الدبلوماسية والميدان يكملان بعضهما البعض. مواجهة ما ترتكبه إسرائيل لمنع اتساع دائرة الحرب والحؤول دون أشعال الفتن هي مسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا. هذه المسؤولية تأتي من أجل السلام والأمن في المنطقة ومن أجل الأمن القومي لكل دولة على حدة. والنهج الدبلوماسي والمشاورات الدبلوماسية لا يزالان وسيلة وأداة لمنع توسع رقعة الحرب. نحن بالتأكيد قلقون من توسع نطاق الحرب. قواتنا المسلحة وشعبنا أثبتوا أنهم لا يخشون الحرب وتصرفنا بحزم، ونحن طرف يشعر بالمسؤولية، وإيران تتحلى بالمسؤولية الكافية لبذل كل جهد ممكن لمنع توسع نطاق الحرب، وركزنا في مشاوراتنا على هذا الهدف كما أظهرنا على مدى 8 سنوات. هذا ويعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا الليلة بطلب من إيران في اعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية. وأعلنت سويسرا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس عن الاجتماع مشيرة إلى أن الطلب الإيراني حظي بدعم من روسيا والصين ومن الجزائر. حول هذا الموضوع معنا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أستاذة راغدة مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. نقل موضوع الضربة الإسرائيلية من جانب إيران إلى طاولة مجلس الأمن، ما الذي يفهم منه وما الذي يمكن أن ينتج عنه؟ يفهم منه أنه أمر طبيعي أن تحتج إيران في الساحة الدبلوماسية على ما حدث في الميدان. هذا من حق إيران، ويجدر الذكر أن من تولى تقديم الدعوة لانعقاد مجلس الأمن هي الصين وروسيا وكذلك الجزائر. الجزائر بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، إذن هناك دفع دبلوماسي للقول لإسرائيل أن ما قامت به ليس مقبولا، ولكن هذا في الميدان السياسي وليس في ميدان الميدان. ماذا نتوقع من هذا الاجتماع؟ لن يصدر أي قرار، لأن الولايات المتحدة بطبيعة الحال وحتى الأوروبيين لن يسمحوا بإصدار قرار لمجلس الأمن، وبالتالي ستكون هذه مناسبة للدعم والتضامن الشفوي مع إيران. طيب، هو فعليا يعني بيظل هكذا مشهدية يعني بمجلس الأمن، سواء عندما تتقدم إيران بطلب اجتماع أو تتقدم أي دولة أخرى، نرى يعني نوع من التخدير داخل مجلس الأمن. ما هو الدور الفعلي اليوم لمجلس الأمن على الأرض؟
بالنسبة لمجلس الأمن لا علاقة له بالميدان. هذا ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية هو التفاهمات أمريكية إسرائيلية إيرانية أدت إلى تلك الضربات المحدودة والمعروفة والمحددة والتي كانت تعرف عنها إيران مسبقا. هذا في الميدان وهذا في تفاهمات تحت السقف الأمريكي، وإيران مرتاحة لأن الولايات المتحدة ضمرت لها عدم قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية أو النفطية، وبالتالي مهما كانت الضربات الإسرائيلية ضد إيران كانت محصورة يعني توجه الضربات موجعة ولكن ليست الحيوية، ليست ضربات ضد المواقع الحيوية. فإذا إيران مرتاحة وربما تشعر بالخجل لأنها بدت مرتاحة للترتيبات في الميدان، فتوجهت إلى الدبلوماسية في مجلس الأمن لتقول يعني لتظهر أن هناك تضامن سياسي معها على الساحة الدولية في مجلس الأمن، إنما بتفاهم أن هذا ليس تحت السقف الأمريكي. هناك يعني إيحاء لروسيا والصين أن إيران ما زالت يعني تلجأ إليهما عندما تكون هناك حاجة. بموضوع التفاهم مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل أو بآخر بالنسبة للضربة اليوم، السؤال الموجود لأنه نحن على بعد أيام قليلة جدا من الانتخابات، أكيد كل الأنظار متجهة بهذا الاتجاه. فعليا كم هو حجم تأثير أمريكا على إسرائيل بهذه الأيام نسأل هنا، وكم يمكن لإسرائيل أن تستفيد من هذه الأيام الآن في ظل انشغال أمريكا؟ نعم، هناك اندفاع وهلع أمريكي وإنهم يهرعون إلى محاولة التوصل إلى اتفاق ما مؤقت مرحلي لوقف النار في غزة، وإيران بالتأكيد لها دور في ذلك، وتبادل الرهائن والسجناء، كي تبدو الصورة للناخب الأمريكي بأن إدارة بايدن نجحت في وقف إراقة الدماء، يعني نجحت في التوصل إلى شيء ما غير تلك التفاهمات العسكرية الميدانية. إذن هناك اندفاع وعمل جهد كبير يبذل من أجل وقف نار مؤقت انتقالي تكون فيه كل الأطراف جهة بما في ذلك إيران، عسى أن تؤدي إلى عبور موعد نوفمبر 5 نوفمبر، لأن إيران بحد ذاتها لا تريد الانقلاب على إدارة بايدن إدارة هاريس، تريد مجيء إدارة هاريس إلى البيت الأبيض، لأنها لا تريد أن يعود دونالد ترامب. إذن كلها معادلات بين الميدان بين السياسة، ولكن الآن في مجلس الأمن إنه مجال لتعبير عن الآراء يعني إنقاذ ماء الوجه في ظل أيام حاسمة جدا. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. شكرا. مشاهدينا، يبدو أن المشهد في ليبيا بات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وهو عبارة عن ساحة معركة تتنافس فيها مختلف التيارات خصوصا بين الشرق والغرب. ففي خطوة أثارت جدلا واسعا، تعهد رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة باتخاذ خطوة وصفها بالحازمة من أجل الوصول للانتخابات، ما أثار تساؤلات حول ماهية تلك الخطوات وما حدودها. خلال تعهده الأخير قال دبيبة إنه لا يسمح لمن وصفهم بفاقدي الشرعية أن يملوا شروطهم على الشعب الليبي على حد تعبيره، وهو ما رأاه مراقبون أنه قد يتجه صوب استفتاء لحل مجلسي النواب والدولة، فيما قلل آخرون من شأن تصريحاته معتبرين أنه لا يقوى على ذلك إلا ضمن المنطقة الجغرافية التي تسيطر عليها حكومته. سياسيون أكدوا أن مواصلة دبيبة لأي تحركات في هذا الشأن ستفاقم الخلافات بينه وبين مجلس النواب، بينما استبعد آخرون حصول دبيبة والمنفي على أي دعم دولي لإجراء استفتاء حول قضايا سياسية كبيرة. في المقابل يرى مراقبون أن دور البرلمان سيتقلص في المشهد السياسي في حال تمكن رجلا فعليا من حشد الدعم الخارجي وفرض ما تسمى بمفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، وبالتالي إجراء استفتاء على مسودة مشروع الدستور المعاد نهاية 2017. ومنذ سنوات تشهد ليبيا حالة من الجمود يحيط بالمشهد السياسي في ضوء غياب الاتفاق على خطوات من شأنها الوصول إلى الانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021، وفي ظل حديث عن الحاجة لتشكيل حكومة جديدة موحدة تقود إلى هذا الاستحقاق أو دمج حكومتي
دبيبة وحماد، ويعد ملف تشكيل حكومة موحدة محل نزاع سياسي، حيث يتمسك رئيس البرلمان عقيلة صالح بانتهاء شرعية حكومة دبيبة ويسعى لتشكيل حكومة موحدة جديدة في البلاد، فيما يرفض دبيبة تسليم سلطته إلا لحكومة منتخبة. على كل، سوف نناقش هذه التطورات مع ضيفنا لهذا المساء من بنغازي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، النائب علي تكبالي. مساء الخير سعادة النائب، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة وعلى شاشة الحدث دائما. يعني إلى جانب كل ما تبعناه بالأيام الماضية من حديث حول فعليا نية دبيبة بإمكانية الذهاب لاستفتاء على حل مجلس النواب، تأتي اليوم تصريحات دبيبة يقول فيها إنه يجب البحث عن آليات شفافة لأخذ رأي الشعب واستفتائه في كل الحلول التي تحقق رغبته بالانتخابات. هل هذا تأكيد على المخاوف الموجودة أم لا؟ هذا أمر مسلي والله. السيد دبيبة يريد أن يلتجئ إلى الديمقراطية الآن، وهو الذي بقي حاكما رغم أن مجلس النواب قد أقاله، ورغم أن جميع الدول على الأقل أقرت بأنه رجل يسرق أموال الليبيين، ورغم أنه أضر بليبيا أكثر من أي رجل آخر. نعم. ويأتي اليوم ليقول أنه يريد الديمقراطية بعد أن فشل هو والسيد المنفي والسيد رئيس المخابرات في خلق قلاقل في البلاد، و حتى الشباب على الخروج إلى الشوارع وحرق الإطارات لكي يقول السيد المنفي أن هناك حالة طارئة ويحل مجلس النواب، ولكن كلها باءت بالفشل. وهذا الكلام يأتي ويدل على أنه فاشل ولن يستطيع أن يفعل شيء حتى طيب في المنطقة التي تكون فيها حكومته. حضرتك تقول أنه داخليا وحتى دوليا يعني حكومة دبيبة يعني ليس لديها الدعم المناسب، بس هناك كثير من الآراء تذهب للقول أنه حكومة دبيبة هي التي لا تزال تحظى بدعم دولي. سيدتي، هؤلاء الذين يحكمون في ليبيا لم يقرروا بعد، وإن على الموعد الذي سوف يذهب فيه دبيبة، ولكن سوف يذهب دبيبة، والذين يحكمون في ليبيا الآن من الدول المختلفة قد قرروا أن الاستقرار يجب أن يكون هناك، ولكن نظرا لوجود الروس الآن الموجودين في ليبيا تريد الدول هذه أن تستعمل السيد دبيبة لكي يحاربها بميليشياته. هذه هي القصة فقط. طيب، ولكن فعليا يعني اليوم إذا تم تفعيل أو ذهاب إلى مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، هل يمكن لها أن تفرض استفتاء وطنيا، وهل يمكن لها أن تفرض يعني حديث عن إمكانية حل البرلمان؟ يعني قانونيا هذا الأمر ممكن؟ هل لدى دبيبة هذه الورقة؟ يا سيدتي، سيد دبيبة هو لو كان رئيس حكومة فهو تنفيذي، والحكم في الانتخابات وفي المفوضية وفي أي استفتاء هو لمجلس النواب فقط، ولا تستطيع أي حكومة تنفيذية ولا مجلس رئاسي يحكم بتسعة أشخاص أن يفعل شيئا في هذا الاستفتاء. المفوضية أنشئت بناء على قرار من المجلس الانتقالي، ثم زادها قوة مجلس النواب، وهي لا تخضع لأي حكومة أو غيرها. طيب، هو قال أيضا اليوم بكلامه إنه حكومته لن تقبل بأي حلول تلفيقية لتمديد الأجسام لنفسها. يعني هذه رسالة إلى أطراف أخرى، ولكن نفس الوقت يعني ما بعرف شو تعليقك على هكذا تصريح. أليس هذا غريبا؟ يقول أنه لا يريد ولا يقبل أجسام أن تطيل عمرها، وماذا يفعل هو؟ نحن على الأقل في مجلس النواب لم نستطع أن ننهي هذا المجلس لأنه لم يكن هناك استقرار، ولكننا نملك أن نقيل دبيبة وهو لم يستقيل ولم يخرج من المنصب، فيريد أن يتكلم على الانتخابات. أي انتخابات التي يتكلم عنها وهو الذي أسهم في إفشالها كم من مرة؟ ثم أن هذه المشاكل التي يقيمها الآن ويتحالف مع مجلس الدولة ومع غيره ويريد أن يحبط مجلس النواب، فكيف ستكون انتخابات بدون مجلس النواب وبدون استقرار وبدون مساواة بين أفراد الشعب؟ فنحن نعلم أن
الفاصل بين الأغنياء والفقراء كبير جدا في هذه الأيام. نعم. فتجدين هناك من يذهب ويدفع الألاف لكي يتفرج على مطرب تافه، وتجدين هناك من لا يجد أن يأكل خبزا هو وأطفاله، ثم يريد هذا السيد أن يقيم انتخابات. ثم من أين لك أن تقيم الانتخابات وأنت لا تملك ذلك وليس لك الحق في ذلك، لا قانونيا ولا حتى معنويا؟ بس موضوع الانتخابات موافق أنت عليه، ليس لا عندك شيء من البرلمان. أليس البرلمان أيضا كان يتحدث عن انتخابات؟ أليس هذا أصلا كانت الخطة لليبيا بالمرحلة القادمة؟ نعم يا سيدتي، الكل يتكلم على الانتخابات، وأنا تكلمت عبر فضائياتكم المؤقرة كم من مرة وقلت صحيح. ليس هناك من يريد انتخابات حقيقية، صدقيني الجميع منافقون، كلهم لا يريدون انتخابات، يريدونها أن تبقى كما هي، لأنهم يعلمون أن هذه الانتخابات لن تكون مرضية لأي شخص. ألغي الجهوية والقبلية والفقر وتدخل الدول وتدخل دبيبة ومن شابها، ثم تعالى وتكلم لي عن الانتخابات. لن تحدث انتخابات في هذا الزمان والميليشيات متحكمة في كل شيء، هذا لن يحدث. وصدقيني حتى لو فرضت الدول انتخابات فسوف تحدث كما حدث في مؤتمر جنيف، والسيد دبيبة كان نجم الرشوة في هذا المؤتمر الذي يريد أن يحدث انتخابات الآن. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بنغازي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب علي تكبالي. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الأخبار الليلة هذا المساء. نشير إلى أنه أكيد نبقى عيننا على التطورات المتعلقة بلبنان وغزة بشكل أساسي إلى جانب ملفات الأخرى، ونختم بخبر عاجل كنا قد نقلناه في هذه الساعة عن الخارجية الأمريكية التي تحدثت أنها أعربت عن قلقها لإسرائيل من مشروع قانون حظر الأنروا، وهو مشروع القرار قانون الذي يناقشه الكنيست من بعد عودته من العطلة. ختام الأخبار الليلة، ماريا بن عاد بعد قليل، إلى اللقاء.